اليوم، هل المشكلة تكمن في عدم الفصل بين غزة ولبنان؟ ألم يتم الفصل؟ أليس هذا ما أشار إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؟ نعم، هذا الكلام صحيح، لكن عمليا قضية حزب الله تخطت مسألة الفصل عن غزة لتكون قضية التماس أو الحدود التماس بين إيران وبين إسرائيل، وليس ولا علاقة لها بغزة من الأساس. يعني حتى عندما ربط حزب الله قضية إطلاق الصواريخ بما يحدث في غزة أو حرب الإشغال، حقيقة هي ربط إيران بالصراع لتقول أنا هنا وعليكم أن تفاوضوني. وبالنهاية رئيس مجلس الشورى الإيراني أعلن صراحة، فاوضوني أنا على التقرير، على القرار 1701، ولبنان في حضن المرشد. القضية مربوطة بدخول إيران على الساحة كعامل من خلال حزب الله وليس قضية غزة. كان هناك إشارة لافتة بأن هناك مطالبة من قبل المجتمع الدولي بأن تقوم الجي 7 أو الدول السبعة الكبار بدعم كل من الجيش اللبناني واليونيفيل. أهمية مثل هذه الخطوة، والحديث أيضا عن تهيئة 10,000 إلى 12,000 جندي لبناني للانتشار على الحدود. بكل موضوعية أرى بأن هذه الأمور تفصيلية وليس الأساس. الأساس هو أن تطبيق القرارات الأخرى، وهي أولا القرار السياسي، أن تستلم الدولة زمام الأمور، أن تخرج إيران من الساحة اللبنانية من خلال وقف كل أنشطة حزب الله العسكرية وضبط الحدود، ومن بعدها 10,000 جندي أو 5,000 جندي أو أي عدد، والتمويل كلها تأتي كتفاصيل تنفيذية، ولكن الأساس هو الشيء الآخر، وهو كيف يمكن سينفذ 1701 يعني بمندرجاته. هذا ما تقصده دكتور مصطفى؟ بالتأكيد، تفصيل يعني تطبيق القرار 1701 بضبط الحدود وضبط الساح ووقف أنشطة الميليشيات العسكرية ووقف تدخل إيران العسكري بالشؤون اللبنانية، هذه إن طبقت تبقى تلك الأمور الأخرى التنفيذية، تمويل الجيش اللبناني اليونيفل ودعم الجيش اللبناني، تبقى تفاصيل تنفيذية لهذا الأمر. دوما للحديث بقية معك، أشكر لك كل ما تفضلت به معنا من خلال هذه المداخلة من مدينة طرابلس في شمال لبنان، الدكتور مصطفى علوش النائب السابق في البرلمان اللبناني، شكرا لك.